السياحة في أرمينيا. سنتحدث اليوم عن الشلالات الموجودة في أرمينيا. في أرمينيا هناك الكثير من الشلالات، لكن أهم تلك الشلالات التي دائما اعتدنا أن نزورها هي شلالات منتجع جيرمو وشلالات شاخي في سيسيا. هذه أكبر الشلالات الموجودة. الشلالات الأخرى أيضا كبيرة، المشكلة صعوبة الوصول إليها. نصل خلال ساعة ونص أو ساعتين، يجب أن نترك السيارة ونترجل ونسير على الأقدام مسافة طويلة. الشغلة تكون متعبة، وخصوصا في حالة إذا كانت العائلة معهم أطفال صغار. يعني هو الشلال نفس الشلال، إن كان شفنا شلالات مال جيرمو أو شفنا شلالات شاكي أو شفنا الشلالات الأخرى التي عن جد يعني عنها مزرتها بسبب صعوبة الوصول إليها، فاكتفينا بهالشلالين اللي نزورها. وهناك شلالات أخرى وقتية تظهر فوق الجبال، مثلا جبال أراكانز في فصل الربيع، شهر الرابع، الخامس، السادس، بكثرة تظهر عليها شلالات وقتية. الشلالات الوقتية منين تجي؟ بسبب ذوبان الثلوج أو بسبب كثرة الثلوج فوق جبال أراكانز على سبيل المثال. فصل الربيع تبدأ تذوب، بشهر الرابع الخامس الذوبان يبدأ، فنشوف تتشكل شلالات صغيرة لكنها جميلة. وكثيرا ما نصطحب سواحنا اللي حالفهم الحظ أن يتواجدوا في أرمينيا في تلك الأشهر، نصطحبهم ليشاهدوا تلك الشلالات الوقتية، وتكون صغيرة وجميلة وجوانبها كلها خضار وجوانبها كلها ورود. فسوينا سفرات خاصة، أما نسوي باربيكيو أو إذا مو باربيكيو على الأقل نشعل نار، نخدر شاي، نسوي القهوة ونشرب ونستمتع بهذاك اليوم ونرجع إلى يربوع. فلنشاهد الشلالات التي نزورها. في هذا الفيديو نشاهد شلالات جيرموك. هذه شلالات جيرموك، الماء يكون فيها كثيف في أوج عظمتها في فصل الربيع، قصدنا في الشهر الرابع، الخامس، والسادس. المياه المتساقطة من الشلالات بكثرة بسبب ذوبان الثلوج وامتزاج مياه الثلوج الذائبة مع الأنهار التي تتشكل منها هذه الشلالات. وهناك شلالات أخرى تقع في مقاطعة سيونيك في سيسيان. هذه شلالات شاكي، شلالات جميلة جدا. المشكلة للوصول إلى هذه الشلالات نحتاج المسير بالسيارة مسافة كيلومتر ونصف كيلومترين في طريق وعر جدا، لكن بسبب جمالية هذا الشلال دائما نضحي من أجل سواحنا ليستمتعوا بمشاهدة هذا الشلال الجميل. نحتفي بهذا القدر من تقريرنا هذا اليوم في هذه الحلقة. نأمل أن نكون قد وفقنا بتبسيط الفكرة لك. وهذين الشلالين هما الأكبر والأكثر شهرة في أرمينيا. ألتقيكم في حلقة قادمة مع معلومات أخرى عن السياحة في أرمينيا. أكرر رجائي، لو أردتم أن تدعموننا لكي نقدم لكم الأفضل، الطريقة الوحيدة هي أن تضغطوا سبسكرايب وتضغطوا الزر وتضغطوا
تتكرمونا بضغطة لايك، هذا اللي نطلبها منكم. اشتركوا بقناتنا لكي تتمكن من متابعة نشاطاتنا، تتمكن من متابعة تقاريرنا. انتم بامكانكم ان تتابعونا ليس فقط على اليوتيوب، احنا نشاطنا على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. لدينا نشاطات على السناب شات والانستغرام. بصراحة العمل اللي نقدمها، التقارير التي نقدمها لكم، ما اقدر اقدمها على السناب شات مثل ما اقدمها على الفيسبوك او على اليوتيوب. هناك محددين بفترات زمنية قصيرة، 10 ثواني 20 ثانية أو دقيقة. على 20 ثانية والعشر ثواني والثلاثين ثانية والدقيقة ما نقدر نوصل لكم الفكرة اللازمة، ما أقدر أوضح لكم، ما أقدر أتكلم لكم عن المنتجعات بشكل مفصل حتى تعرف إذا زرت أرمينيا شلون تزور المنتجعات، أو ما يكفي الوقت حتى أشرح لكم عن الشلالات. لذلك أرجوكم أن تتابعونا على الفيسبوك أيضا من خلال صفحتنا أرارات للسياحة. طبعا الحصة المخصصة من الأصدقاء اللي هو 5000 صديق عندي على الفيسبوك اكتمل، ما أريد أفتح صفحة أخرى، لكن أدعوكم للاشتراك أو أضغط اللايك على صفحة أرارات للسياحة. من خلال الصفحة مالتنا تقدر تتابع تقاريرنا، كل تقاريرنا نشوفها على صفحاتنا. ولدينا جروب أيضا على الفيسبوك أيضا اسمه قرارات للسياحة. إذا ما عندك فيسبوك عندنا صفحة أخرى على التويتر، بإمكانكم أن تتابعون على التويتر، لكن نشاطنا على التويتر أيضا أضعف من نشاطنا على اليوتيوب والفيسبوك. السبب هو مدى نلاقي الدعم الكافي أو التشجيع على تويتر لكي نستمر بنشر تقاريرنا، لكن بين الحين والآخر نشر بعض التقارير. أسألكم في تقارير الموضوع كافية.